السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفيا النجاح. هذا الفيديو سيكون خاصا لتلاميذ الجذوع المشتركة، سنحاول من خلاله أن نوضح مضامين المقرر الدراسي لمادة الفلسفة. الجذوع المشتركة كيكون عندهم جوج ديال المجزوءات، المجزوءة الأولى هي مجزوءات الفلسفة، والمجزوءة الثانية هي مجزوءات الطبيعة والثقافة. المجزوءة الأولى كتقرا في الدورة الأولى، والمجزوءة الثانية كتقرا في الدورة الثانية. نشوفوا المضامين ديال هاد المجزوءتين معا. عندنا المجزوءة الأولى اللي هي مجزوءة الفلسفة، المحور الأول فيها هو نشأة الفلسفة، المحور الثاني هو لحظات أساسية في تطور الفلسفة، والمحور الثالث هو لماذا التفلسف، والمحور الرابع هو معالم التفكير الفلسفي ونمط اشتغاله. هذا كنقريوه في الدورة الأولى. نشوفوا الدورة الثانية. الدورة الثانية، المجزوءة الثانية اللي هي مجزوءة الطبيعة والثقافة، عندنا المحور الأول هو الإنسان كائن ثقافي، المحور الثاني هو تمييز بين الطبيعة والثقافة، المحور الثالث هو طبيعة موضوع للنشاط الإنساني، والمحور الرابع والأخير هو تعدد الثقافات واختلافها. هذا فيما يتعلق بمضامين المقرر الدراسي. نشوفوا الشق الثاني من المقرر وهو المرتبط بالفروض. عندنا جوج ديال الدورات، الأسدس الأول والأسدس الثاني. في كل أسدس عندنا جوج ديال الفروض، عندنا الفرد الأول والفرد الثاني. كيف يتم إنجازه؟ كنعطيو أو كيتختبر التلميذ على النحو التالي: أربعة أسئلة أو مطالب مختلفة ومتنوعة. بحال مثلا يقدر يقول لك الأستاذ: صل بخط، عرف المفاهيم التالية، كيف ظهرت الفلسفة، ويقدر يقول لك: املأ الفراغ بما يناسب. هذا كيكون الفرد الأول، والفرد الثاني كتكون بهذه الطريقة. في الدورة الثانية كيختلف الأمر، ما كيبقاش يعطيك الأستاذ أسئلة أو مطالب مختلفة ومتنوعة، كيولي عندنا نص كيكون مرفق بأربعة أسئلة. كيعطيك الأستاذ نص وكيقول لك مثلا: اشرح قول الفيلسوف من إلى. هذا سؤال. يقدر يعطيك مثلا سؤال ثاني يقول لك: استخرج إشكال النص. يقدر يعطيك سؤال آخر ويقول لك: عرف المفهوم التالي. ويقدر يعطيك سؤال آخر ويقول لك: حدد أطروحات النص. هذا على سبيل المثال. إذن طريقة ديال إنجاز الفروض تكون بهذه الكيفية. وأنا في كل لحظة غادي يوصل فيها الفرد غادي ندير لكم بعض النماذج الخاصة بالفروض التي يمكن أن تمتحنوا فيها. إذن إلى هنا أعزائي التلاميذ، ما بقي لي إلا أن أقول لكم: أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.